الطريق من عين مولاي أحمد إلى عيون أخرى تبغيوين والرسمة وغيرها مزينة بعشرات صناديق النحل. ولا والله اللي عطتني للنيل. جمال ما تاكاوكش النحل كي راه يدير النوم. الله ما راني نشوف. النحل في هذه الجذع له لساعات قوية جدا. أضع فوق رأسي قبعة. النحل في هذه الجبال يغني. هذه هي العين تاع مولاي أحمد. الله يرحم لك الوالدين. يعني عين مولاي أحمد هادي هو مكانها. يعني قلت لي كي جا الواد والجفاف ولا تاكا ياك؟ وهاد العين كنت قلت لي شي دواور كانوا في تزاغين قدام كاع. كي سميتهم دوك الدواور؟ قلت لي شي الرصامه كانت تما. يعني سمعتوا الحديث على انه كان الله يرحم الوالدين. اذا نحو عيون تسركوت منطقة طاقربوست في هذا الفجر على طرف هذه الساقية الرقراقة نسير نحو عين تيتوزيان. وتيتوزيان هي رابع عين من العيون التي تستفيد من هذه المنطقة. تيتوزيان تيتيشو عين اللوزات وميدرايت وغيرها من العيون المائية الرقراقة في منطقة طاقربوست التي ظهرت بها وترعرعت مجموعة من المداشير من أهمها السخسخة. وحسب ولد شاب ولكنه في عمر شيخ يعتبر السخسخة أول الساكنين في هذه الجبال الشامخة. ثم ظهرت مجموعة أخرى من المداشير من أهمها إقدايين بالقاسمي الشاعري الشرفة أي الأحمديين والحمدويين ابن ريشن وكذلك الصديقيين والمجدوبي وغيرها من الفروع. كل هاتين المداشر التي كانت تعيش وتترعرع وتتنفس بقمة هذه الجبال كانت تشرب من هذه العيون المائية الرقراقة. وسوف أعرفكم عليها عينا عينا نواصل المسير نحو تيتوزيان متجر المحموديين. هنا تحت قمة هذا الجبل كان يستفيد هذا المتجر من تيتوزيان. سوف نواصل الطريق. إذا نواصل الطريق ومعي رفقة شاب رفض أن يظهر في المصورة نحو تيتوزيان. سوف أسير فوق هذا الجسر نحو تيتوزيان.
هنا عند هذا المسبح الطبيعي الذي يتجاوز عمقه أيام الفيضان المترين، ويتجاوز طوله 60 مترا، وعرضه حوالي 12 مترا. هنا تحت هذا الجبل عند متشر إحمدين وقدين توجد عين تيتوزية، سوف أسير حوالي 15 مترا، حيث الصحبة يعرفكم على هاته العين. هذه العين عنكبوت، عين تيتوزية. شكون اللي كيستافد من هذه العين؟ يستافد منها أي شخص عماري. صح، دوك المداشر اللي قريب له شكون هما؟ إقادين. إقادين والمتشر الآخر؟ الحمال. الحمال، الله يرحم الوالدين. هاد العين غنية بزاف نتاع يعني كيفد الآخر المذاق نتاعها. دافية. الله الله. الله 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 الله. الماء نتاع تيتوزية عسل جنة. الله. عرفناكم على عين أخرى من عيون جبال بني زناسن في منطقة تقربوس قرب متجر قدايين وإحمدايين تسمى تيتوزيان، وسوف نواصل طريق رفقة هذا الشاب المخلص المحب لجبال بني زناسن ولتراثه ولأنثروبولوجيته، ولكنه يرفض أن يظهر في الكاميرا. شكرا لك أخي بأوسع معاني الكلمة وأعمقها، لنعرفكم على عين تيتلوزات، عين لوزات وتيتيش. نواصل الطريق. هذا الجبل دروك اللي رانا غاديين، هذا المنظر الرائع الذي ظهر، هذا سميتو جبل تمجوت. جبل كنقولوا تمجوت هذا. تمجوت والماء والمناطق اللي فيها، هذا البلايص اللي فيه مسميين كيفاش؟ مسميين. اللي مسميين فيه فيه واحد نقولوا جليده. افرسي. ايدودان. القليب. القليب. واه. إذا هذا الجبل الذي يظهر بين أشجار الزعرور. جبل يسمى جبل تمجوت، وبه أكثر من 20 اسما، مما يبين أن القدامى كانوا يفصلون الجبل تفصيلا. نواصل الطريق نحو عين اللوزات ومعي مرشدي يعرفكم على هذه العين أيضا. هذه المنطقة من هنايا كنقولوها الرباع. الرباع. الرباع ودا إردوان برا. إردوان برا. قرنا سن عدوان برا. وهذه كذلك كانت كتستافد من العين تاع عين لوزات. كلها كيستافدوا من العين. الله يرحم الوالدين. إذا نواصل الطريق نحو العين. الماء دائما جاري. هذه الحجره اللي كتبان هكذا. واه. هذيك القرناص تزرج وتسكيت. تسكيت. تسكيت. تزرج وتسكيت. وتزرج وتسكيت. وذكر لي بعض المناطق نتاع هذا الجبل تمجوت اللي سميتهم لي. تمجوت وهو هو ديك المنطقة الفوق كنقولها جليدة، فيها واحد الغار جليدة. واه جليدة راه بحال جليد. جليد هو الملك، تكون عندها شي علاقة. وزيد جليدة واخا جليدة. هذاك دا افرسي. افرسي. ايدودان. ايدودان. اللوح. اللوح، يعني أن الجبل له أسماء كثيرة ومتعددة. جبل تمجوت، وهذا الجبل يطل على عين لوزات. إذا سنواصل الطريق رفقة الصحبة نحو عين اللوزات. صديقي في يده نباتة عطرية طبيعية تصدق بها فلاح صغير علينا، وكان أشرب حريرة بهذه النباتات العطرية الطبيعية. نواصل الطريق، نحن قريبون جدا من عين اللوزات.